إخواني أخواتي أحبائي التلاميذ، السلام عليكم أجمعين. فيديو اليوم بإذن الله يتعلق بفرض الثاني الدورة الأولى مادة اللغة العربية المستوى الخامس. هذا التمرين هو فقط من أجل التدريب على الاستعداد لامتحان مادة اللغة العربية المستوى الخامس. إذن غادي نخليكم مع نص الموضوع والأسئلة من أجل التدريب.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.